انا عاملها في السويد حلو اهو. نجر كمان. قول له جبرت يا سكر. نجر؟ جبرت مع جبرتش. جبر. بس المرة دي مش فلوس. بقالها فترة ملازمة زي دلو في الرايحة والجاية معاه، واللي حسبه الجمهور لقاه، واللي شكوا فيه حصل خلاص. محمود حديدة خلاص هيتجوز، طلبت منه المهر كلها أيام ويكتبوا الكتاب ويعلوا الجواب. حديدة باع الدنيا وبقاله فترة مش على بعضه بعد ما راح الساحل، وبقى يسهر في الكبريهات والفلوس تترمى عليه. بعد الشهرة والمرسيدس دور على واحدة تليق بمستواه تديله برستيج وقيمة وسيمة وكده. فيا ترى ايه حقيقة جوازة حديدة؟ مين البنت اللي هيتجوزها؟ ليه قالت له مش هعمل لك بطاطس محامير زي ما يكون بتتريق على دنيا؟ الناس بتسأل فين دنيا من جوازته دي؟ حديدة بيعيش قصة حب ما عاشهاش قبل كده، وشكله لقى الطبطبة خلاص وهيتجوز على دنيا بعد اللي عملته علشانه. الفلوس غيرته خالص، وده أكبر دليل. بقى مش حديدة اللي دنيا حبته واتجوزته، فرط فيها وهيسيبها وهيتجوز عليها بنت أجمل منها تعوضه عن كل التريقة اللي تعرض لها. فيا ترى مين البنت دي وعرفها ازاي؟ البنت دي اسمها نور الشيمي، دي اللي ظهرت معاه في أول فيديوهاته وهم بيرقصوا وقلب الدنيا برقصه معاها. ومن وقتها وهم في كل الفيديوهات سوا مع بعض، خروجاتهم وسهراتهم سوا، الكل كان شاكك ان علاقتهم دي وراها حكاية، لأ وحكاية كبيرة كمان، لحد ما الحكاية اتعرفت خلاص. نور الشيمي حبيبة حديدة الجديدة نشرت فيديو ليهم وهم في الساحل ولابسين مايوهات وحديدة جنبها، واللي بيصورها وليد سامي اللي متبني حديدة فنيا ومسؤول عنه الفترة الأخيرة، وقال قصة حب معفنة. فنور قالت انها هتوافق تتجوزه بس بشرط لازم تحدد المهر اللي هي عايزاه. انا مش هعمل لك بطاطس محامير. والكل قال انها بتتريق على دنيا الايام اللي فاتت، وده لان دنيا كانت بتقول كده في كل الفيديوهات، ومن الجمل اللي شهرتهم فعلا كانت جملة بطاطس محامير اللي هي ايام الكحرطة مع دنيا وكده. ومن فترة كده حديدة ظهر في فيديو وبصراحة كالعادة ضايق واستفز كل الناس، لابس بدلة بتلمع زي نجوم الكبريهات وعامل تسريحة لشعره جديدة خالص، وواقف على المسرح في الكباريه وبيتنطط وبيرموا الفلوس عليه من كل ناحية. وفين؟ في الساحل برضو. محمود حديدة مش ناوي يجيبها البر الفترة الأخيرة، كل يوم والتاني تصرفات خلت الجمهور يقولوا عليه ده شبع من بعد جوع، وخفى دنيا خالص من حياته، ما بقاش في القلب غير حبيبته الجديدة، والبنات بقت حواليه ملهاش أول من آخر. الفترة اللي فاتت كل شوية مشاكل بينه وبين دنيا، اتقال بسبب الفيديوهات اللي عملتها وجرها من شعرها وسط الناس، واتقال إنها هتتطلق لكن ما حصلش، والدنيا لسه على ذمته. وبدأ يبات برا البيت بالاربع ايام مؤهملها خالص. الكل فاكر طبعا ان دنيا قاعدة بتندب في حظها وبتتحسر على حياتها اللي اتدمرت من اللي بيعمله حديدة، وانها اتركنت على الرف من بعد ما كانت متصدرة الترند، لكن اللي حصل غير كده خالص. دنيا بتحاول وتسعى انها ترجع على الساحة تاني، ولسه مكملة في الفيديوهات المزورة اللي بتغير شكلها خالص، وبتحاول تصدق نفسها بشكلها الجديد وتعمل زي المشاهير والفنانين. يمكن اللي خلاها مكملة لما شافت البنات اللي حوالين حديدة، فجايز الشكل يبقى بجد تعمل عملية تجميل في الحقيقة وما يكونش مجرد فيديوهات. مش بس كده، دي كمان بتنشر صور وفيديوهات وتحب وتتغزل في جماله، واخر صورة نشرتها وعلقت عليها طول فترة الخطوبة كنت متعودة اصحي حودة يوم الجمعة الصبح عشان يصلي، بعد ما اتجوزنا هو اللي بيصحيني عشان اصلي معاه، ده سر الرزق والبركة، اختاري جوزك الصالح جمعة مباركة. بس واضح ان فيديوهات حديدة مع البنات دي للترند مش اكتر، وانه تعود على اثارة الجدل وشايف انه كده بيكون متواجد على الساحة، وكل ما يظهر مع بنت يقولوا عليه انه هيتجوزها، لدرجة انه كان ضيف في حلقة على قناة الحدث ونشر وليد سامي لي فيديو مع المذيعة سالي مطر وكان بيلبسها الدبلة، وعلق على الفيديو قال مين قال مبروك، خاصة انهم كانوا بيحتفلوا وبياكلوا تورتة وبيلبسها الدبلة في الاستوديو. كلنا شفنا المشهد ده قبل كده مع محمد عادل عامل النظافة بتاع كشري التحرير مع مذيعة تانية في نفس القناة، عشان كده كل الناس عارفة اللي بيعملوا حديدة للترند مش اكتر، وان دنيا عارفة كده كويس وبتشجعه على كده طالما المشاهدات بتزيد والفلوس معهم بتكتر. ولا انتم رأيكم ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات.